السلام عليكم الزول فلاون بون سوار. نهار الجمعة كوم دابيتود كي العادة التوب 3 يكون بالعربية الدارجة. اليوم خيرنا لكم موضوع باش نتوما ثاني تشاركوا معنا وتتفاعلوا مع القناة عبر هذه الحصة أيضا باش تعطيوا رأيكم في المسألة تاع اليوم. اليوم إن شاء الله نتناولوا موضوع يعني نطرحوا السؤال على الشعب الجزائري المشاهد الكريم باش يقولنا ويعطينا رأيه حول مسألة مصيرية يعني للجزائر، ألا وهي هل أنت مع أو ضد عهدة جديدة للنظام؟ اسكو أنتم حبيتوا النظام هذا يكمل ولا ما يكملش؟ سؤال نطرحوه يعني وأنتم تحاولوا تجاوبوا عبر اتصالاتكم. بصح باش يعني جينا للموضوع هذا لأنه كاين سبة وهي تصريحات نتاع المسؤولين نتاع النظام اليوم، ممثلين النظام اليوم كي يجيو يتكلموا في المحاضرات نتاعهم ولا في الكونفيرونس نتاعهم ولا في المؤتمرات نتاعهم ولا لقائهم مع المناظرين نتاعهم، يقولوا بأن الشعب الجزائري طلب منهم أن بوتفليقة يواصل. حنا نشوفوا في المواقع الاجتماعية مثلا ويعني وين كاين الشعب الجزائري يقدر يعني يعبر على رأيه، ما ننساوش يعني نديروا بين حاضنتين نقولوا انه حتى في هذا الفضاء الازرق يعني النظام يتبع المناضلين، الكثير منهم راهم مسجونين وراهم متابعين قضائيا لانهم يهضروا جوستومون. معليش نواصلوا. اذا الشعب يعني في عندنا وحنا كاع رانا شعب جزائريين كاع ونتبعوا الصفحات نتاع الجزائريين ونشوفوا لي فيديو اللي يهبطوا يعني في الريزو سوسيو، نشوفوا يعني الشعب ما يطلبش النظام يستمر ولا بوتفليقة يستمر. وشفنا الانتخابات، جازت انتخابات عديدة في الجزائر، شفنا أن الشعب ما يروحش يصوت، فهذا دليل ثاني على أنه هذا الشعب ما يحبش أنكم تستمروا ولا تكملوا في هذه سكو فو زابلي يعني واش سميتوا أنتم هذا المسيرة. كاينين حتى جزائريين قالوا بأنه في الجزائر هذا القضية نتاع العهدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة لا يطرح أساسا، لأنه في الجزائر كاين عهدة واحدة من 62 إلى يومنا هذا. يعني كثير ملاحظين يتساءلوا يقولوا علاش رانا نهضروا على العهدات، يعني أنتم راكم هنا من 62 نفس النظام إلى يومنا هذا، والناس اللي يخرجوا يقولوا حاليا مثلا في مناطق عديده في الجزائر شباب يخرج ويطالب بهذا برحيل هذا النظام، ولكن النظام ما حبش يستجيب ولا ما حبش يسمع ولا هذه الاحزاب السياسيه تعطي رايها وانتم ايضا اليوم تعطوا رايكم. ولكن باش نسمعوهم يعني نروحوا نسمعوا بعض التصريحات سواء يعني انصومبل ثم نوليو ليزابيل تاعكم ان شاء الله. قد تطرح لي السؤال 25 سنه أو 20 سنة ومازال تقولوا لي كمل 25. أنا أقول لك لو كانت تمشي لعمق الجزائر والله ما تسمع هذا الكلام. الشعب اللي مشى منذ أسبوع استلم 50,000 سكن. فتح لك قوس نعطيك سر. بتي سكري. كوزير أول كي جاتني الرسالة من وزير السكن يعلم لي باللي رايحين ليلة القدر يعملوا عمليات تاع توزيع 50,000، قريتها وكلمته. قلت له سي ساجي بيان دو 50,000 با 5,000. هذا بعد 20 سنة عمل في جهاز الدولة. مفاجأة سعيدة. 50,000. الناس هذو فرحانين ماذا بهم يكمل بوتفليقة. قضية نتيجة. إن شاء الله استجاب للنداء إن شاء الله، لأن الأمر هو شخصيا مع احترامي ووقري ليه، إحنا مقتنعين باللي الجزائر ماهيش راح تخسر في استمرار. الشيء اللي نقدر نقوله لكم ونقوله أمام الشعب الجزائري كأمانة وكقناعة وكحقيقة نشهد عليها، أن الرئيس في كامل قدرته للتحليل والتسيير والتحكيم. وضع الوحدة تاع الشعب الجزائري، ولكن الوحدة تاع الشعب الجزائري ما تكون تتحقق إذا كانت الوحدة في الأفلان. استقبلنا احنا كقيادة هذا ثلاث شباب منهم واحد قالنا كلمة، قالنا شوف أنا
فلان بن فلان عندي الرقم تاعه وتكلمته فيما بعد، قال لي يقولوا باللي احنا يعني مستعملين يستعملونا انا بوتفليقة نكون في القبر ونصوت عليه. هذه قالها لنا اما شهود معايا صحيح. هذا الا مواطن بسيط، انا عندي نفس الشعور. راكم شفتوا بعض التصريحات يعني نتاع المسؤولين كيفاش انه الشعب هو اللي يحب، ولا الشعب اللي حب يعيش كاع يعني في استمراريه وفي رفاهيه لازم الافلان هو يكون الافلان اللي يجمع الجميع، وحنا كاع في معمعه وحده، وحنا كاع فوالا النظام هكذا كان في الحكم منذ 62 الى يومنا هذا. وأشك فوا يكون فيه يعني تذبذب هكذا شويه، ولا يكونوا مظاهرات، ولا يكونوا يحاولوا يغيروا، يجيبوا حكومة جديدة، يجيبوا وزير جديد، يديروا استفتاء على بالكم كيفاش احنا في احنا، يديروا انتخابات احنا في احنا، ونصنع المعارضة ونصنع الأحزاب الموالية على بالك أحمد الرشام ولا حميد الرشام ولا عبد الرشام كل الموند يعني تشك تشوكا. وفي هذا الصدد مثلا كاين واحد يعني ارستقراطي وكاتب ايطالي اسمه جوزي دي لامبيدوزا، هذا كتب كتاب يعني روايه اسمها الفهد لو جيبار، يهضر عليها على اكزاكتومون على الموضوع هذا، يعني الانظمه السياسيه اللي باش تريح في بلاصتها وما تروحش، يعني تدير دي شونجمون دو فاساد، تقول هكذا يعني يكون التغيير يعني طفيف هكذا باش يعني يكلخوا للناس كوم كوا هاو كاين تغيير هاو كاين استمراريه. قال لك اذا ما اردنا ابقاء الامور على حالها فيتعين ان تتغير هذه الامور. فوالا يعني با بلو سامبل، لا حبيت يعني باش تبقى في الحكم بزاف هذيك الامور اللي راك تسير فيها بدل شويه من ومن و راه يعني دو لا بودغ وزيو. نبداو الاتصالات اذا باش نتوما ثاني تعطيونا رايكم، تقولونا ما رايكم في هذا الموضوع، وانكم تجاوبونا على هذا السؤال، هل انت مع او ضد عهده جديده للنظام؟ سليم من باريس، سليم مرحبا بك. السلام عليكم حسين، الله يسلمك. وعليكم السلام. شوف يا اخويا حسين، اولا هذه كذبه كبيره، يقولوا انه الشعب راهي باغي عهده جديده، كذبه كبيره، لانه الشعب اليوم ما حبش يدخل في يعني عنف وفي مسيرات فقط للمحافظه على المصالح العليا للبلد. الشعب راه واعي اكثر من هؤلاء اللي راهم في الحكم، يعني هما راهم. احنا نحذر من هذه تداعيات العهده الخامسه، نحذر اون تير لا سونيت دالارم كو 25 كون دو ريم افيك ان بريزيدون تري مالاد تسخا لا غوت كي با ديبوردي دو فاز. يعني راني ممكن يكون مشكل كبير في العهده هذه الخامسه، لانه رئيس مريض وهناك مشاكل، حتى يعني هما يقولوا يتغناوا بوتفليقه سكنات، يعني هذه السكنات هل ترى لو كان رئيس اخر وحكومه اخرى ومداخيل بترول ما تكون السكنات، يعني حتى في يعني سبحان الله، يعني مازالوا في نظام تاع السبعينات، وش هذه الايام وش يقول لك الحجاج اللي بعثهم بوتفليقه، بوتفليقه بعثهم الحجاج من حسابه الخاص، من حساب يعني تاعو من دراهمه، والا من عن طريق كيفاش هذه كيف تخلقها؟ تقول الرئيس يبعث الناس المعوزين للحج ويجيو كثر الله بوتفليقه وفخامه الرئيس، كيف هذا؟ واش من نظام؟ حجاج تتكفل بهم الدوله بعثتهم خاص، وعلى الرئيس اللي بوتفليقه اللي بعثهم من دراهمه الخاصة من اتصالاته من هذيك حاجة حتى وكانت ما تهدرش عليها خلاص في التلفزيون العمومي كل يوم تشيد بها وعيب. واليوم يعني راهم يجي هذو يتحملوا المسؤولية تاعهم، كما لا فلان، كما أوحية اللي كان يتكلم، كما غول، كما حزب عمار غول، كما الأحزاب يتحملوا المسؤولية تاعهم في حالة ما إذا فلتت الأمور. فلتت الأمور في هذه العهدة الخامسة، نحن نحذر ونتيغ لا سونيت دالارم. هذه الامور سانكيا موندا خطرش عليها نقول لك عليها. شكرا سليم، شكرا سليم. كاينين اتصالات اخرى اسمح لنا معليش. ام شيماء من باريس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك. يا اخي العزيز، حنايا ندير الثقه فينا نبوط عليهم مع الشعب. انا هذاك دايرتهم انا في الفراعين، حكم الفراعين صافي، راني منافقه، صلاتي باطله، صيامي باطله، وزيد زياده
يجيبوا يعني يجيبونا لا دروغ يدخلوها باش دروغ والشعب زعما ما يتكلم لهمش. وزيد انا مانيش محاميه تاع علي بالحاج باش نهضر الحق ونرى في فلسطين يقولنا عندكم شوف ماهوش يخلوا تحت 45 عام يدخلوا المسجد الاقصى يصلوا على اسرائيل هما في علي بالحاج. وزيد بالزياده راهم يبينونا يقولنا رانا نكذبوا عليكم ورانا دايرين ديكتاتوريه. ايوا والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك المنافق ثلاثة علامات حدث كذب أو عدا أخلفت من خان ولا تفوع موعدة والموجم ثلاثة علامات حب الفساد وضر العباد واجتناب الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله ينعلهم إن شاء الله وينعل الله يبارك فيك. شكرا شكرا أم شيماء. إن شاء الله نريحوا برك ما كاش لا لعنة لا دعاء. إن شاء الله ربي يهديهم ويهدي الجميع. سليم من باريس. سليم السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. نورمالمون العهده تاع هذا اللي عيطوا له فخامته اللي راه مشيتوا له كانت تكمل لون 2008. لا كونستيتيسيون تهضر 99 2008 يرفض صباحو ويروح. هادي سي ان مونك دو ريسبي او 40 مليون دو بوبل اجيري. سي كوا بوتفليقه؟ سي ان بيرسوناج كي نا جامي في لا غير. سي با ان مجاهد. كان في المالي، المالي مشى لمدريد ومدريد كان يمشي لي كاباري يرقص. جا بخرجوا بالو كريمينال عطاه ان بوست ميسا دي فيت رونجر وخرجوا 79 مشى ليزيميرا اوروبي. خصنا حنا لي زاجيريان نعرفوا شكون هذا السيد. هذا السيد ما يحبش لاجيري. سليم سليم عمره ولا حب لاجيري. سليم سليم كاين يعني سؤال على العهده الخامسه ولكن سؤال يعني اكبر من هذا على استمراريه النظام مش فقط بوتفليقه. شوف وكان بوتفليقه يمشي ما يبقى لا ويحيى لا ولا عباس لا هم يحزنون. هل النظام هل النظام هو ويحيى وولد عباس؟ ويحيى كاسكيلا في 20 ans ويحيى إن أبسور أسكيلا إنفونتي كريون أسكيلا إنفونتي أن ترافاي من اللي جا هو إلا إيتي شوف شوف أون 96 بتشين والدي آر إس إيزون كريي لو آر إن دي سكو نابيل لو إف إن إن أفيك موستاش إلا إي 18 سيج لو لوندومان أسكو هادي بلاد المعجزات خليفة أون 24 أور إلا إي دي أفيون سي أون مافيا كي أي أون أرمي كي أي 240 ميل بوليسي. شكرا سليم يعطيك الصحة. شكرا حسين من بجاية. حسين الزول السلام عليكم. السلام عليكم. شوف هذا كي يهضر على اللوجمون قالك عطاولو السكنة قالك انا الفوتي على بوتفليقة. نعم. هذا ما عندنا كلمة نزهوز. جا عقب من الوقت. وهذا اللي كان عطى السكنة ما عطاهالناش بنجيبو. وزيد زاد هذا الانسان ما يمثل لنا نفسه ما عنده قاعده ما عنده شيء عنده ان كلوب دافيريس مي بليس لي موات ومثلا مسيو ولد عباس ايتي ديزيني نو با ايلي بار لا باز الوغ دو كان البارتي اون بارتي اون ايت اون تران دو ديتروي لو بيي العباد مره يسون كونسيون إيل بار كل واحد قرب للشعب يقول ما حبش يتحرك الشعب ما حبش يتحرك وشكون هو الشعب اللي يتحرك هذا نعطوه الناس وخلوكم على خير. صحيت حسين يعطيك الصحة. أحمد من بير خادم. أحمد مرحبا بك. أحمد من بير خادم. أحمد معنا. الو الو نعم حسين نعم نحن في الاستماع. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش الموضوع اليوم؟ طرحنا سؤال، هل انت مع او ضد العهده عهده جديده للنظام؟ عهده جديده للنظام. نعم. انا نظام هذا خمس سنين 63 ضد النظام. شوف نعم المالور ديال الجزائري هذا. احمد سمعنا من الهاتف يعيشك. معايا راني معاك بصح سمعنا من التليفون ما تسمعش من التلفاز. شكرا. لا لا راني من التليفون بصح. ايه تفضل تفضل. بصح قلت لك
نظام هذا ب 63 وانا ضده. اليوم الاخر دايرين كيما فرنسا كان الشعب نور نورمال. الاخر نتاع عائلة طورية. شكرا احمد من بير خادم، يعطيك الصحة. عندنا محمد من الجزائر رئيسنا. محمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا خويا حبينا ندخلوا معكم ان شاء الله بارابور الموضوع تاع اليوم هذا تاع راك مع عهده جديده. تفضل. انا نتكلم نظام لكم لا نظام الرشاوي ولا نظام الفساد. نظام الناس اللي ما تربيش رمية في السبيطارات مساكن لي كونسيرو بلا عمر تاعهم. والله العظيم غير شرعية ما عندوش شرعية. وطالعين علينا نتعدوا مال هذه بعهده خاصه وما بيحش بعضهم. عيب هذا الشيء. هبطوا الكيان ارواح وشوفوا الناس. ما نقضي باب الواقع هبطوا وشوفوا الناس. ويدوها لما ويدوها الناس اللي عندهم جهات لاباس بهم. ما ظليش عندهم ولا. وفيكم صلاه. سمحنا ماناش نفهم وما التليفون راه الياش يعني سي كوبي. سمح لنا ما حاولت نفهم يعني واش راك تقول. الله يبارك فيك ولا تقدر تعاود. عندنا ابو محمد من بلعباس اظن. السلام عليكم. كيراكم خويا غايه لاباس؟ مرحبا بك يا خويا. هذا العهد هذا العهد تاعهم مش تاعنا احنا. وحنا هذو كاع ما نحملوهمش، كاع ما نفوتوش عليهم وكاع ما كاينش اللي يبغيهم. هذا النظام خاين، هذا النظام سراق، هذا النظام ظلام. راه هو راه يقول سكاني انا ولدي عطاوه سكنه خلص 7 ملاوين و 800,000 وراه كل شهر يخلص 300,000 300,000 وهو يخلص 1,200,000 بار موا. هو يقول لك راني نعطيه سكن وراه السكنه ماهي مدها راه يخلصها راني خلصها السكنه. هذا واحد الكذبه لا يكذبوا على الناس. يقول باللي رانا السكنه رانا نبيعوها لهم تاع السوسيال. وهذا الناس هذا بغيت ولا كاميرا راه يهدر يبينوه لنا غير نهار كتب رساله كذا بالستيلو. اذا ما نجوش يرفدها كيف غادي يكذا بالستيلو هذا؟ تاكل تحكي بوشكم ولد عباس ويحيى يا سراق يا الخيان حسبونا الله ونعم الوكيل. والله العظيم يا غدوه امام الله تخلصوها. والله ما ناسب حالي ليكم يا سراق وتحوشوا على الهداف ليكم انتوما. تقوى الله في نفوسكم بن عمي. ما كان لا خدمه. الناس كاع راهي قاعده شوماج. الناس كاع ما كانش لا يخدم لا قاري ولا مش قاري. ولادي قارين والله لهم قاعدين. وانا راتريتي ندير 3 ملايين نخدم عليهم انايا على الشتاء تاع الباس. وتقول لك اودي كاين هاي تقول الله برك انا مش الزبد تاعكم يا سيدي. شكرا ابو محمد من بلعباس. شكرا يعطيك الصحه. احمد من غردايه. احمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. حبيت نقول المشاركه هذه تاع الاقتراح يعني معليش العهده هما يحوسوا على العهدة. كان عندي زوج اقتراحات. تفضل. العهدة إلى حبوها ياك معليش بصح بلا الجراثيم اللي رانا نشوفوهم في العهدة بلا الاستحواذ. عهدة بلا ويحيى بلا ولد عباس بلا كاع الوجوه اللي رانا نشوفوهم من اللي تزير منهم. ولا الاحزاب تقوم بمسؤولياتها يعني هذه مسؤوليتها امام التاريخ وامام الله وامام الشعب الجزائري. هذا هو كان زوج لا منزله بين المنزلتين. يا الى يحبوا العهده بلا وجوه اللي رانا نشوفوهم يخلوا النخبه
جديدة من المثقفين يعرفوا السياسة ويعرفوا الاقتصاد ويعرفوا الدبلوماسية ويعرفوا كلش. معليش هذه مقبولة، معليش العهدة خاطش ب يعني مسألة اختيار الشعب للرئيس، يحب الرئيس معليش مصح مصح الوجوه اللي راه في الساحة وراه في الحكومة ما نشوفوهمش، يخلوا المكان للنخبة الجديدة. هذا هو الاقتراح وهذا هو. شكرا أحمد، نعطيك صحة. كاين شريف من الجزائر، شريف مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك شريف. وي أنا غادي نقول لك جوج كلام، اسمعني شنو غادي نقول لك. نقول لك في تأخير الزمان الجبل اللي يهود والملح يدود والعنا يولي يقود. حنا نقولوا حسب الله ونعم الوكيل في العلماء تاعنا، لازم العلماء تاعنا هم اللي يوجهوا الشعب هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عمر من الجزائر، عمر مرحبا بك. عمر، عمر من الجزائر، عمر، عمر، ألو ألو عمر. محمد من المدية، محمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وبشركم لاباس. الحمد لله، سؤال عليك مرحبا بك. احنا ضد الأذان الرابعة والخامسة والسادسة. نعم، احنا ضد العهد الرابعة والخامسة والسادسة. وحنا النظام هذا تاع جهنم هكذا صاحبي. تفضل تفضل انا نسمع فيك. ربي وكيلهم ان شاء الله، ربي يحفظك. شكرا، نعطيك صحة. محمد من مدية. عمر من الجزائر، عمر معليش في انتظار الاتصالات نتاعكم. نروحوا نشوفوا يعني هذا التصريح نتاع شاب جزائري يخاطب هو ثاني بصفته يعني النظام الجزائري. نسمعوا له ونوليو ان شاء الله. منكم حبابي اذا من تبعيت انا منكم احاول مدينه من اهداها نتاع ملينا منها وتبعنا تبعنا ملينا هنا ملينا من اي هذا ملينا من أهداها متى هدية أخويا جلعتناه واحدة تقول كذا تدبع وها متى لنا أهداها متى النو النو ذا جلعنا لا بيد النبي وانو وانو ملينا أخويا ملينا أخويا كما بهبانيين ديال من عمنا أمان وإيطاليا وإحنا به نحو بدنا دنا به نحو بدنا دنا أخويا ثم يا إما ثم نروحوا ولا إحنا نروحوا. إحنا نروحوا من الدائن هذو ونحوتهم هذيكم. هذه هي إنجازات النظام من 62 إلى يومنا. يعني قنعوا الشباب أنه يديروا تصريحات مثل هذه، يا إما أنتم تروحوا ولا إحنا نروحوا. يعني هشام من باريس، هشام مرحبا بك. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا أخي الكريم نعرفك شخصيا، طرحت سؤال في واحد سؤال في يعني فرانشمون في القمه، بصح هو في محله بصح حنا ما عندنا حتى محل من الاعراب فيه. نورمالمون انا دي فوا نقول الجزائر نقول مملكه ماشي جمهوريه، باسكو جامي فوتينا انا جا بيرسونيلمون جامي فوتيت باسكو علاه عبالنا ديريكتومون باش كنا راح يطلع واش كنا راح ما يطلعش فوالا. ويقول لك على السكنات، صدقني والله الشعب الجزائري غني عن التعريف كما نقولوا، وفروا لي العامله دير له مصانع دير له كذا دير له كذا نشري وسكن واحد اخويا ونا با بوزون باه تقول لنا انت درنا سكن ودرنا كذا ودرنا كذا. ربي يهديهم برك فوالا. وانا بوتفليقه ما عنداليش يسكن ولا روحي ولا مي باسكو فوالا بريزيدون تي لو فوا جامي سي فوالا كون. شكرا هشام، يعطيك الصحه. عندنا محمد من الجزائر. محمد وي مرحبا بك. محمد، محمد من ستراسبور. مرحبا بك محمد من ستراسبور. السلام عليكم اون فات اخي، جو مادريس ا فو اي ا تو دي جون كي ريبريزونت المغاربيه. جيست ان بيتي بروبليم. نعم. جو مادريس ا مسيو ولد عباس اي مسيو يحيى، اي نو ريبريزونت بيرسون
pourquoi il parle au nom du peuple algérien. Et je pose la question à l'opposition. Il n'y a pas d'opposition en Algérie. C'est des marionnettes. En demandant au peuple qu'il se soulève. C'est un problème algérien. Ça ne regarde aucune personne. Parce que nous, les Algériens, on n'est pas solidaires. Il faut mettre la main dans la main pour chasser ces criminels. Et je vous laisse, monsieur. Allez, bismillah. السلام عليكم صحة محمد أم مهدي من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا بك خويا صحي، بارك الله فيك. وفات بغيت غير نهضر على الموضوع تاع اليوم تاع العهد العهد هذه اللي هما ما فات ما بهم ما يحوسوا لا على عهدة ما يحوسوش يعرفوا ما الشعب لا يفوت عليهم ما يفوتش عليهم، عارفين باللي شكون غادي يحكم وشكون راه يسير، يعني سين مافيا كي جير لو بيي. Qui est en train de le peuple qui est en train de s'enfoncer le pauvre. يعني كتر والشيء اللي دار بوتفليقة كي جو فودري دير يعني الإنجازات اللي دارهم يعني دا البلاد راه دايها للواد فوالا راه دايها للواد الشباب ضايع ما لقاوش الخدمة ولاو أغريسيف يديروا في لي باركينغ كاين اللي مساكين مشي كاع اللي راهم في هذوك الأساس تاع لي باركينغ سي دي ما سي دي أون فا دير أونتر كيمي ما يسووش ولا كاين ناس باش يوكلوا ولادهم فو با كخواغ مي الغالب الناس ولات في الجزائر كاع أغريسيف ولاو مي يخمو غير شي يوكلوا ولادهم الميزيرية لا سيكوريتي ما كانش الحياة قل الحياة تو سا كوز دو كي اكوز دو فخامته اللي جانا ببروغرام ما عنده حتى يحوس يقعد باش هما هذوك اللي يهضروا كيما ولد عباس هذاك اللي ما عنده غيان دون لا تيت حشمونا فرونشمون يجاو باش يعني باش يقعدوا بالسيف يعني بغيتوا تبغوا بغيتوا تكرهوا وهذاك اللي جا اللي فوتوه قبيله اللي قال مسكين يا تروحوا يا نروحوا سي فغي با خديروا بابورات زيفتو اي خلوا الناس تهيم مي انا جدي شوز للشعب لازم يكونوا يوعى ولازم تكون اعتصامات سلميه بيان سور ينوضوا ما يمشوش يخدموا ما يمشوش يقروا ما يمشوش لازم الشعب يفيق لازم الشعب يفيق مي سون 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 فيولونس لخاطرش هذا الشيء بزاف فرانشمون ربي يكون مع الشعب الجزائري لخاطرش رانا نتألموا من هذا الشيء اللي وصلت له البلاد والله يا خويا رانا نتألموا وهذا ما بغيت نقول وبارك الله فيكم. شكرا ام مهدي. عندنا نور الدين من قسنطينه. نور الدين مرحبا بك. السلام عليكم الدا الحسين. وعليكم السلام مرحبا بك. واش ما تهبطش تعيد ولا؟ ان شاء الله ان شاء الله نجي ان شاء الله. عاودك بابا على اسمع هذه اسمع هذه سي انفيتاسيون يا اخي. نجي نجي ان شاء الله. ايوا جدي بصح العيد غالي على الغالي قال لك العيد غالي بزاف ها الاضحيه. ايه حنايا حنا علينا لي زيميغريسا لا كاف ما تبقى والو. ان شاء الله خير. واش بيه شوف سبحان الله دوكا انت كتقول لك ادارك مع العهده الخامسه. مع عهده جديده للنظام يا نور الدين. ادارك معها ولا راك ضدها؟ شوف هذا بوتفليقه ملي جا شوف ما كانش مسؤول في الجزائر ما كانش رئيس اللي قد يسكو قبله بن بلا بومدين شادلي زروال ما دارش الاجراء اللي داروا هذا بوتفليقه هكا كي جا بروفيت هذيك نقولوا الازمه اللي كانت فيها الجزائر تاع نقولوا العشريه الحمراء واش دار؟ راح رفع الدعم على الدينار الجزائري ومن بعد دخل نقولوا في 2000 زاني 2000 تاع لاكار دي غولف ومن طلع البترول الريع تاع البترول طلع بصح جامي عاود رجع الدعم للدينار الجزائري. شوف الدوله هذه احنا بزاف كاين الشعب ديك مسكينه يلعبوا له براسه ويسمع لي مليار وكذا. شوف عندك هذا نقولوا الدولار يدخل الايحاء وكي يدخل الايحاء يدعم الدينار الجزائري وتكون المعيشه هذا هو الدار راح تعرف لك كانك رجال اعلى اعمال ونساء اعمال ودراهم لو تعثروا ولا تشوف دي مليار دار هكا تكون مليار دار انا نعطيك البرك لا تشامبيونز ليغ تاع لافريك هكا شحال تلعب باري روتور عام شحال تدي 1 مليون دولار كاين هذيك لا كوب انتر كونتيننتال شحال فيها 5 ملايين دولار 5 مليون دولار انت نسيت هضر بلي مليار
ودراهم الشعب مسكين. ها ما عاد وينك؟ شوف سبحان الله هادو ما نقول لك حاجه دار حسين، هادو الفعل تاعهم ما يروح لكش بجاين فعل واحد، فعل الفار 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 ما يدير عوله، عمره ما يدير عوله، والعربان ما يديروا دوله. هادو ما راه شوف حاطين جائحه من العصابين من الوسط بين القبائل وبين بين بين العرب، العرب الاسلام وياباكي والاسلام، هكا باش ما يباكيش الاسلام، يعطي لك يعطي لك العرب والعربان هادو ما تاع اسبانيا هادو ما اللي راهم. شوف لو كان جوج الجزائريين والله ما تشوف الجزائر هكذايا. شوف يقول لك بوكتي زكريا، واذا اخرجت الارض اثقالها فطار بها العلم فوق الخيال، واذا خلتت الارض بترولها يوفر للشعب اقداره ويكفي الجزائر ذل السؤال. هادو رجعوا الجزائر بدو يحبوا يدلوها. هادو شوف هادو ما نقول كاين كلمه برك تاع كما تاع هاد الحصادي تاع بالجزيريا. شوف كاين واحد كلمه خلاوها ناس بكري يقول لك الرخصية الزرقاء ويركبوك بني عداد. هادو ما بني عداد بني هجرس. شكرا نور الدين يعطيك الصحه. شكرا نور الدين دنمرث. عمر من الجزائر. عمر السلام عليك أخي حسين. وعليكم السلام مرحبا بك. السلام على الأحرار، كل الأحرار دون استثناء. شوف أخي حسين والله نحن مع الشرعية ولكن الشرعية الشعبية. والجزائر أخي حسين من 61 حتى 2018 تبنات بسواعد الشعب الجزائري، بكل سواعد الشعب الجزائري دون استثناء. والخير اللي عطاه لنا ربي هذا خير تاعو هو، موش تاع اي انسان ولا تاع اي حزب. كل هذا الفضل يرجع الى الله عز وجل صاحب النعم، هو اللي عطانا هذا الفضل. ولكن هؤلاء راهم يبنيوا في العمارات وفي الجسور وفي الطرقات ولكنهم لم يبنوا الرجال، وهذه هي الازمه تاع الجزائر، ازمه رجال. ونحن نقول العودة إلى المصالحة الشاملة دون استثناء ودون إقصاء، وكل الرجال يشاركون في ذلك لبناء الجزائر المستقبل، جزائر 2019. احنا إن شاء الله متمنين 2019 هي بناء الجزائر، والجزائر يعني الدولة الثانية يعني الثورة الثانية الجمهورية الثانية بتقول من الشعب الجزائري. وأخي عندي ملاحظة برك. نعم. الأخ اللي مات في من واد سوف هو في مسؤولية وفي رقاب تلك المنطقة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المواطن الجزائري. كل المسؤولين مسؤولين على هذا الوفاة في تلك المنطقة. أخي حسين والله الشيء الذي نريده في هذا الأيام المباركة مع عيد الأضحى المبارك، يعني هذه العشر الأواخر، ندعو لهؤلاء إذا أرادوا أن يبتلوا فسوف يبتلون بالعهدة الخامسة، والعهدة الخامسة ستكون يعني عليهم وباء. شكرا عمر من الجزائر يعطيك الصحة. والمسؤولية راك تقول في المنطقة ماشي المنطقة، هذا العنف موجود في كل مناطق الجزائر، والمسؤول الأول هو النظام جوستومو. والبارح درنا حصة عليها وبينا من هو المسؤول وكيفاش على هذه القضايا والعنف، يعني تفشى كثير في المجتمع، لأنه هذا إذا دل على حاجة هو أن يدل على غياب الدولة والسلطة في الجزائر جستمو. عبد القادر من مستغانم مرحبا بك. والسلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. وشو عاد القضية تاع العهدة هذه؟ أنا جو بونس إذا كان في الجزائر، إذا في الجزائر كاين قانون إن لوا يقول هادو لي او ريسبونسابل سو سون دي كومي دو لتا سو سون دي فونكسيونير دو لتا دونك اي دو سورتير با لا غراند بورت سولون لا روتريت. لا روتريت تقول ا 60 طون يخرجوا يخلوا للشبيبه. القانون هو اللي خرجوا ماشي الشعب. حنا ماشي تاع الزقا ماشي تاع الزوقه، حنا عقال. كل من بيتعامل بيني بين خلقهم ما نعايروا حد ما نسبوا حد. القانون يخرجهم، القانون تاع الروتريت يخرجهم. أ60 كي الناس لو تيران ليبر. شكرا عبد القادر. بصح لما تغني زابورك يا داود كيفاش يطبقوا القانون هما حتى الدستور عفسوا عليه؟ يعني الدستور ما راهش محترم يعني، ولذلك رانا في الربعه في العهد الرابعه ومازال الخامسه والله اعلم واش مازال يعني.
محمد من الجزائر. محمد مرحبا بك. الو. اهلا. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الشيخ الحسين. مرحبا بك. وصباح الصباح. الحمد لله. سؤال عليك. الو. انا نسمعه محمد. تفضل تفضل. اسمع مرة كي تورو مولي دراج هذا حتى على غرو كي تورو مولي دراج ولا ولد عباس في ساعة دوبتي في المنطقة الجريان بلك فانا واحد يحاول إمامي المنطقة الجريان في ساعة دوبتي ولا اشلام قرلو هذاك تاع ويحيى اللي يحبوا العودة الخمسة وعلى 40 مليون وقعوا ما حبوش العودة الخمسة يعني الأحمر تاع غلو ولا دراج اللي ناخذوا رايهم ها؟ نعم. ألو أنا نقول لك الأحمر تاع غول ولا الأحمر أدريونس ولا ولد يا أخي محمد. يا أخي محمد ما إن شاء الله بالتوي البارك ما نشتموا حتى واحد ما نعيروا حتى واحد. خلق الإنسان في أحسن تقويم يا أخي. لك حل من تسم سيلت. لك حل. نعم نعم مساء الخير. مرحبا بك. الشيخ الكرام الله يبارك فيك. شوف يا اخي كريم انا قلت لي مؤخرا سيرمون قلت له بخيتي سيرمون ما قدرتش نطا يكمل السيرمون تاعو رجعوا 4 ans بلوس ان تي بو اون اغيير معناتها في هذاك الوقت كان عيا الرئيس جيسكا بريزون الرئيس ما داش يترشح دوزيامون كان هضروا على ولد عباس ولا ويحيى ولا ما كاينش تمثيل هادو سيتي باكتي مالت المعارضة كي الولد يجيو كيبدا كاتب شتا انت تفتح وقت الانتخابات دير الصور وكذا ونيبورت كومون هكا تجوز وخلاص عاد الناس تجار يبيعوا ويشروا ولد عباس باع قوائم جبت في الوطني احنا في تيسنتيك باع القائمة كاملة غيرها اذا حتى الرئيس مازال ما كانش ترشح ولا ما ترشحش كذلك حزب تاع الحركة الشعبية كريم اليوس واش كان متعدد كان يودي الرئيس مازال ما ترغبوش عليه انه يترشح بعدها راح حس بلي الرئيس ماهوش في كامل قواه يقدر يترشح اذا الفساد. شكرا لك حل لك حل متيس مسيلتي يعطيك الصحة. عندنا عبد القادر من وهران. عبد القادر مرحبا بك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الشخصيات الحزبية السلطة هي اللي منحت هذا النظام هذا هما راهم يتقاسموا السلطة يتقاسموا ذا النظام مع هذه السلطة هما اللي يمثلوا ذا النظام في المؤسسات تاع الدولة يتلونوا كما يتلون ذا النظام لأن هذه الشخصيات هذه ما احنا ما نستطيع فيهم يدونا الإصلاحات ولا الإصلاحات هذه يقاوموا في الإصلاحات لأنها خطر على هذا النظام والموظفين اللي راهم في مؤسسات الدولة رانا نشوفوا في هذه الأحزاب هما اللي راهم مسيطرين في المجالس المحليه والبلديه راهم امام اعين الشعب الشعب هو اللي ما باش يواجههم الاحزاب هذه راه عندها وسائل راهي تضلل في الشعب كل عهده تضلل في الشعب وتغش في الشعب في الانتخابات رانا نشوفوا في الاعلام خاصه الاعلام الإعلام هذا اللي احنا نشوفوا فيه تزوير معنوي ما عند هذا السلطة هذه هذا تزوير معنوي يتعلق بأداء الإعلام الزائف راهي دائما كل مرة يحمل غير الدعاية تاع الكاذب والتزوير هما موازين هذه القاعات هكا قاعات الإعلام راه عندهم 50 قناة قناة راهي هذه القنوات هذه راهي في
في بيوت المواطنين. احنا اللي خاصنا صوت الشارع. نتحداهم هذه الاحزاب نتحداهم. لو كان كاين عداله واحد منتخب ما يقعدش منتخب ما راهش صافي منتخب في ديال السنين كي ريال كي شاف داره كي ولد كاع راهم متورطين في الفساد. شكرا عبد القادر. اعمر من الجزائر. عمر مرحبا بك. الو 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 سي حسين. نعم مرحبا بك الزول عسلامة. لا يسنك عمر دالجي سونتر. عمر دالجي سونتر عسلامة. عمر دالجي سونتر مرحبا بك. لا يسنك فوالا كونسيرنون لو سيكيام موندا. ايه دابور جو فو دي كو جو سويز ان فيلس دو شاهين. الله يبارك. جو كونسيدير que j'ai le droit d'insulter tous ces traîtres. Parce que ça veut dire traître. À commencer par Bouteflika. C'est lui le malheur de l'Algérie depuis 1962. Amar, smahli. Amar. Allô. Wesh-ke. Amar, nta fi shahid, c'est ça? Oui. Allah ybarak. Itsma انت في الشهيد ما راكش موافق على العهده الخامسه وعلى استمرار النظام. ايه اسمعي اسمع نكمل لك. ايه جوستومون باسكو عندنا اون فيديو نتاع الرئيس تاعكم تفضل. شوف على بوتفليقه توفي من الطيور سي كوندوي او الشيطان تعرف انه ممكن الشيطان. اوسي تو لي سيتويان كي سونت انترفينو افون موا سوا دو باري ولا دالجي qui ont critiqué le système, ils ont raison. Il faut laisser parler Adaxid et Golo Salim de Paris. Il ne fallait pas le couper. Autre chose, j'ai écouté l'émission d'Arpella. On est entièrement d'accord avec si tous les retraités qui sont ici avec moi, ils sont en train d'applaudir. On est tous d'accord avec Rachid Lekas pour sa solution. Ça fait longtemps qu'il propose ça, on est avec lui. Alors, tu m'as dit, Hussein? Non, on est là. Voilà. Mais, tandis que cela-là, ils ont peur de partir. Parce que ce sont des gens qui doivent tous passer au poteau. Oulhia, Oulhia, ce sont des traîtres, des voleurs. Moi, j'ai des preuves concernant Oulhia, c'est un voleur. J'ai des preuves, allez. شكرا. وي عمر اعطيك صحه عمار. شكرا كنت معنا من الجزائر. جوستومون عمار يقول انه في الشهيد يعني باباه شهيد مات الله يرحمه في الثوره باش نلقاو يعني الجزائر يعني تلقى الاستقلال نتاعها. بصح عندنا حنايا الصند بايت يعني واحد مقطع نتاع خالد بن جمال يشد يعني اليوم التنسيقيه نتاع ابناء الشهداء وين هو ما يقولش لا ميم شوز. يعني باش تشوفوا يعني لا ريبريزونتاتيفيتي يعني هذه التنسيقيات والاحزاب وقاعد يهضروا باسم الشعب ما يمثلوهمش حقيقه. نسمعوا خالد بن جمال. سيد فخم رئيس الجمهوريه ترشح باسم ابناء الشهداء. احنا قلنا المسيره تكمل استمرارية. علاش؟ قلنا من أجل مصالحة، من أجل استقرار، من أجل اقتصاد، من أجل الجزائر في المستقبل. فوالا هذا خالد بونجمة هذا والمثل أبناء الشهداء يقول أنه مع بوتفليقة ومع الاستمرار. وأنتم سمعتوا الآن واحد ابن شهيد يقول لا احنا مع القطيعة مع هذا النظام. شكون معنا يا شباب؟ زفلك تمر. الزول عسلامة يا جماعة. كخبات كلكبات ما تغري. نعم ما تغري. ايه اخ ما تغري شي هوان مرحبا سي. وكبر الير سيدي لا فاس زيت موت القبايل. ايه نزاو تاكي او كثير هواني اللي كنا نتموت القبايل لك كابيلي اسك سنو كي كادر بوتفليقه اضر نكادر نلعب بن رمضان بوتفليقه اني با ليجيتيم دو لا كابيلي سي فان تراك ني سي با ان ارجيريان. C'est un grand voleur, c'est un voyou. Du système corrompu, mafieux.
ديك التاكي دوار سيدي دافا فاشين خاص الكريم ما نسندش الحل ميلا صح كنا غنفيزا كنقوم دان ميلا سون كونتر سيستيم ديك التاكي دوار نكوني أكدود أمازيغ يتنادي إزرفان قوم دان نكوني نسوح في النسين هرسا عفتنا اللغة نغافتن رانا غدي عربان. يعطيك الصحة شريف تنميرثي ميدلي يذنغ في غرين تبوضي ويقاد إقلاقا أسلن تنميرث أرتيكا تنظر إن شاء الله الحصة لحقت الخاتمة نتاعها يعني سي بون خلصنا الحصة نتاعنا. شكرا لكم كاع اللي اتصلوا، شكرا اللي تبعوا معنا، شكرا على الآراء نتاعكم. إن شاء الله نعطي لكم موعد نهار الجمعة الجاي كيف كيف يعني تكون توب 3 بالعربية الدارجة باش تعطيونا رأيكم في القضايا قضايا الساعة. ولكن نخليكم بهذا المقطع الموسيقي يعني لعلاوة اللي يتكلم فيه على جسمه كيفاش النظام هذا من 62 إلى يومنا ما حبش يروح واش داروا لنا كاع. السلام عليكم، كما دي لهنا.